عرفتها وصلتوا للفينال رغم انكم هزمتوا امام السنغال ولكن هزيتوا راية البلاد في الجزائر، علاش الشعور ديالكم انت يعني من بين الناس اللي زوروا راية البلاد؟ الحمد لله حنا فرحانين بزاف بهذا الانجاز اللي حققنا، حنا كنا عازمين باش نحققوا اللقب ولكن الحمد لله قدر الله ان شاء الله ان شاء الله تابعنا خدمه كبيره باش نحققوا ما كانش متوقع. انا الحمد لله فرحان بزاف، ماشي غير الاولاد الدراري، الشعب المغربي كامل الحمد لله معاونا، كان الدعاوي ديالو توصلوا، الدعاوي ديالهم توصلونا، لي ميساج ديالهم توصلونا الحمد لله. كنشكر سعادة الرئيس وجلالة الملك نصر الله اللي كانوا واقفين معنا وعاونونا بزاف. تاهم طه احساس ديالك وانت كتشوف لي كرون كارديان هنا في المغرب كامل الزنيتي ولي كارديان كيلو في الستوري ديالهم في انستغرام كيوصلوا بالميساج ولقبوك بونو الجديد ديال المغرب، شنو الاحساس ديالك؟ الحمد لله هذا دافع كبير باش بحال تشوف زنيتي دوزك في ستوري وكتب عليك برافو شامبيون، فهمتي غاتعطيك حافز كبير باش تخدم ان شاء الله بحال، علاش لا تكون بحالو ولا تكون احسن منه كاع ولا تكون بحال بونو ان شاء الله، فهمتي عيطينا حافز كبير الحمد لله. يعني كيفاش ضبطتوا يعني المقابلات اللي يعني التصفويه اللي كانت في كاس الحمد لله حنا قدمنا الحمد لله هادشي كامل بالخدمه ديالنا وديال، كنشكر الطاقم التقني تما اللي عاونونا بزاف، الكوتش ديالنا سعيد شيبه الحمد لله كان موجدنا لكاع المباريات وفهمتي كنا كندخلوا عارفين الخصم نقاط الضعف ديالو ونقاط القوه ديالو، كندخلوا عارفين الخصم شنو كيدير شنو ما كيديرش فين كيلعب بحال الجهات اللي ما كيلعبش فيهم الجهه اللي كيلعب فيهم، فهمتي كندخلوا موجودين فهمتي الطاقم التقني عاوننا بزاف فهمتي كندخلوا موجودين الحمد لله. انا فرحانه بزاف، العائله كلها مجموعه كتبارك، فرحانه بالولد ديالي، شكرا لهم بزاف، وماشي غير العائله، الشعب المغربي كامل فرحان بطه وكيعتز بطه، جزيل الشكر لجميع المغاربه فين ما كانوا لا داخل الوطن ولا خارج ارض الوطن، شكرا 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 لهم بزاف 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 بزاف. المركز ديال الانتصار هذا بطبيعه الحال سيدنا جلالة الملك نصره الله محمد السادس هو الأول والجميع المغاربة، وكنشكر بزاف الطاقم التقني اللي كان سواء الطبي ولا التقني اللي كانوا مع وليداتنا مرافقينهم، والسي فوزي القجاع الله يجازيه بخير، الرجل المناسب في المكان المناسب كان مع وليداتنا وشجعهم، والحمد لله كانت النتيجة مرضية والله يسهل عليهم، هادشي اللي غنقول الله يسهل. محمد سؤال بسم الله الرحمن الرحيم. يعني احنا اليوم احنا فرحانين وجد فرحانين ان الساكنه ديال كاس طوبيطه دايره واحد الاستقبال الكبير واللي كيليق بالحارس المرمى اللي شرف المغاربه كاملين في انحاء العالم، واليوم غادي ندخلوا للتاريخ مع طه اننا غنكونوا اول وحدين غادي يستقبلوه في الحي ديالو، والحي ديالو راه معلامه خرج ابطال، وحنا اليوم بهذا الميساج كنبغيو نبينوا ان كاس طوبيطه فيها الكويريه فيها العلماء فيها الاساتذه فيها كل شيء، وخير ذلك كما كتشوفوا ان من صغيرنا حتى لكبيرنا كاينين غير الاعلام الوطنيه. تفضل. الاحساس ديالكم انتم كابناء الدرب ديال الاخ خويا شنقول لك، الدري اعز دري عندنا في الدرب تبارك الله اللهم بارك.
ولكن ما تنساش المره اللي فاتت كان كلا العصاف الجزائر كان كلا خويا العصاف الجزائر وما رحبناش بها الترحيب وهادشي اللي درنا ليه راه قليل حنا اللي قدرنا عليه الله راه درنا حنا راه الدراري بعضياتنا ولا الدرب سمعشي كل واحد عطى شي لعيبه من عنده وسخب شي حاجه من عنده باش اللي كان شي واحد مخاصم هنا يتصالح المهم حنا بعضياتنا الدراري ولا الدرب حنا عاد ديال الساكنه ديال الدرب ديال الدرب كاستور كيقول لك درب كاستور ودرب لابيطه فيها الشمكيره اقسم لك بالله قال ولي في الجماعه صح باش تعرف ولكن الحمد لله والدينا شي عارفونا وكاع الناس يعرفونا واحد منكم مثل المملكه المغربيه طه 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 بن غوسي بارك عزنا الدرابو اخويا بارك ديالكم نتوما غادي تسقوا اليوم وانتم عندكم واحد من العائله ديالكم شرف الله هنا هو غادي ما غتحش عاد تقول لي قلتي وما عادش بقى هضره عاش بقى هضره واخا تقول لي قلتي غاش بقى هضره نجيك للصالح عاد تقول لي قلتي عاش بقى هضره ولكن باش تشوف الاحساس خاصك تكون عايش هنا وتشد الدري كيكيش كيش عامل الدري راه هو غيجي وانت باقينا تبارك الله وعاد تشوف اخلاق عاد تشوف الاخلاق راه يقدر تشوف منه شي حاجه اللي ما عاد تخيلهاش ما عاد تقول شد الدري تبارك الله فهاد الاداب وكابر هنا واش فهمتي حالي بطاها بزاف وهاد لابيطة وكاستور راه عطاو فراس فراس راه ولد درب لابيطة وراشد بن المير وقاس كبير وقاس صغير وعطاو طاهر بالكحل وعطاو فضل الخور الله يرحمه وحنا فرحانين بزاف بهاد الشاب هذا وهاد البطل بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين اليوم احتفال احتفلوا بالغارديان ديالنا اللي شرف المحمدية وشرف ولاد درب ولاد دربهم لاش يا بطل خويا الزين الله يحفظك I'm